السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والمشاهدون الأكارم في كل مكان، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من مشاوير، وهي محطات للتواصل الاجتماعي تعكس كافة الاحتفالات والكرنفالات التي تقيمها المؤسسات الخاصة والعامة في كافة المجالات. سعيدين جدا أنه من داخل مول عفران نحتفل وجامعة المستقبل بتعريف برامج الكليات ومشاريع الطلاب الخريجين لهذا العام في كلية جامعة المستقبل. سعيدين جدا أنه نكون معاهم من داخل مول عفرة ونتعرف على العديد من الفقرات المتنوعة والمختلفة، فقط ابقوا معنا. متواصلين معكم احبابنا في كل مكان من داخل مول عفرة. سعيدين جدا انه يكون معانا الاستاذ احمد مجذوب محمد علي من قسم التسويق بجامعه المستقبل. مرحبا بك كثير. وعليكم السلام استاذه، شرفتونا شهيد ناس قناه النيل الازرق في المعرض بتاعنا المتواضع. اهلا بك استاذ احمد، وعايزين في البدايه نتكلم عن جامعه المستقبل، ادينا نبذه تعريفيه عن الجامعه وما يدور داخل هذه الكليه الجميله والعريقه والمتميزه. بدايه طبعا جامعة المستقبل الناس بقت تخلط بينها وبين جامعات كثيرة. في البداية بس بحب أوضح أو أنوه لحاجة صغيرة، إن هي بدأت كمعهد صغير أو كلية صغيرة اسمها كمبيوتر مان، معروفة من سنة 1991. سنة 2010 اترفعت لجامعة فبقت فيها برامج زيادة عن الكلية. هي كانت متخصصة بالآي تي، بقت متخصصة ببرامج هندسات وبرامج بتاعت فنون، برامج بتاعت ملتي ميديا. فاترفعت سنة 2010 بقت فيها برامج بتاعت دراسات عليا ودكتوراه. طبعا جامعة المستقبل بقت في الموضوع بتاع المشاريع هادفة جدا جدا، ما اقدر اقول لك من اميز المشاريع على مستوى السودان عموما، لكن الافكار اللي بتجي للطلبة من الجامعة ذات نفسها يعني من المشاريع المطورة جدا في الجيل الحالي وفي الجيل بتاع التكنولوجيا وفي الجيل بتاع الهندسات عموما. حاليا المعرض اصلا عاملينه للطلبه الخريجين بتاع الهندسه وبتاع المعمار وكافه الكليات، فاذا انتوا طلعتوا على المعرض هتحسوا انه في تغيير، يعني هتحسوا انه المشاريع دي كلها المفروض تمشي على البرنامج بتاع مشروعي، لانها مشاريع هادفه جدا جدا ومواكبه على العصر. دي الميزه بتاع جامعه المستقبل عن باقي الجامعات الثانيه. محمد ابراهيم محمد، خريج كلية الهندسة جامعة المستقبل قسم الميكاترونكس. ده مشروع التخرج بتاعنا في السنة النهائية، مشروع التخرج للسنة النهائية، هو عبارة عن اوتونوموس فاير فايتر روبوت، اللي هو عبارة عن سيارة اطفاء اوتوماتيكية تعمل اوتوماتيكيا. المشروع بيتقسم لقسمين اساسيين، اللي هو عندنا اول حاجة عبارة عن جهاز بتاع تحكم عشان نقدر نتحكم في الروبوت. الروبوت ممكن تتحكم فيه انك تحركه مانيوال او اوتوماتيك. انا هشرح الجزء المانيوال واذا انت هتشرح الجزء الاوتوماتيك. في الجزء المانيوال احنا صممنا برنامج عشان نقدر نتحكم
في حركة الروبوت اللي هو نحرك الروبوت أمام خلف يمين شمال بمساعدة الطرمبة طرمبة المياه نقدر نطفي الحريق. الواجهة بتاعت البرنامج تتصطف في أي برنامج سمارت فون عادي عشان نقدر نتحكم في حركة الروبوت اللي هو نحركه أمام خلف يمين شمال، إضافة إنه نوقف الروبوت إن كيس إنه كانت في نار قدامه أو كده. الروبوت بيتكون من 4 موتورات أساسية قوية عشان تقدر تدخل الروبوت في أي أماكن من الأماكن اللي بيصعب رجال الإطفاء إنهم يقدروا يوصلوا لها. إحنا أصلاً صممنا الروبوت عشان نقدر نحافظ على حياة رجال الإطفاء اللي هو في الأماكن الصعبة الوصول لها. في بعض الأماكن اللي بيحصل فيها حريق بتكون بعض الأماكن اللي بيحصل فيها حريق بيكون إنه رجال الإطفاء قد يكون خطر عليهم إنه هم يكونوا في المحل ده، بحيث إنه ممكن يحصل تهدم للمبنى أو يحصل أي حاجة. الروبوت بيقدر يدخل الأماكن دي ويقدر يحافظنا على الحياة بتاعت رجال الإطفاء. إحصائيات 2017 لحد الآن لحد شهر 6 بتقول إنه 57 رجل إطفاء مات بس من بداية 2017 فالروبوت هو عبارة عن خدمة إنسانية لرجال الإطفاء ووزارة الدفاع المدني. سارة سراج الدين، جامعة المستقبل، كلية الميكانيكا الإلكترونية. ده مشروعنا عبارة عن فاير فايتر روبوت. أنا حبدأ أشرح الجزء الأوتوماتيك من المشروع. طيب الجزء الأوتوماتيك من المشروع بيعتمد على السنسرات الموجودة في كل الأطراف بتاعته، اللي هي دي الموجودة في أطراف المشروع. فالاعتماد على السنسرات إنه بتعمل بروسيسنج للويبلينكس بتاعت النار، بتشوف النار بتقرأ الويبلينكس بتاعتها، بعد ذاك بتعمل سند للداتا دي للكمبيوتر بتاعنا اللي هو عبارة عن مايكرو كنترولر أردوينو موجود في المشروع. فلما تعمل بروسيسنج للداتا دي السيستم بيرسل سيجنال للأطراف بتاعت الروبوت، بتشغل الموتورات بتحرك على حسب اتجاه النار. فمحل ما يكون في نار بتقرا الويفلينكس بتاعته بتتحرك عليه لحد ما تقف على مسافه مناسبه، المسافه المناسبه للروبوت عشان ما يحصل فيه اي دامج. فلما يقف على المسافه دي بيبدا بعد ذاك بيرسل سيجنال للترومبه دي، ده عباره عن ووتر تانك. فلما تقرا بترسل سيجنال للترومبه، الترومبه بعد ذاك بتبدا تضخ المويه لحد ما توقف النار. بعد ذاك بعد ما النار تطفي بيبدا يفتش في الانفايرمنت او البيئه اللي حوله لحد ما يلقى، اذا ما لقى نار حيقف، اذا لقى نار حيمشي عليها ويبدا نفس البروسيس ثاني. أنا أحمد خالد السيد عبد الله، قريت هندسة الميكاترونكس جامعة المستقبل. هندسة الميكاترونكس هي عبارة عن الميكانيكا والإلكترونكس مع بعض، فبتختص في العلم بتاع الأوتوميشن. اتخرجت الحمد لله السنة دي، والمشروع بتاعي عملت يد صناعية زي ما أنتم شايفين، اللي هي اليد بتساعد إنك تشيل أوزان أثقل من الوزن بتاعك. اليد مصنوعة من الألومنيوم وخفيفة جدا، وحسنا لابسها كشنطة، يعني ما تقيلة، بتشيل أوزان تقيلة، وفكرتها بسيطة جدا. يعني اليد بتشتغل بالضغط بتاع الهواء، وضغط الهواء طبعا أحسن من ضغط الزيت لأنه الزيت بيوسخ وكده، وضغط الهواء بالذات إن هي اليد بتتعامل مع البني آدم طوالي، ونستعملها ممكن نتعامل معها للناس اللي عندهم مشكلة في العضلات وعندهم مشكله في الرفع بتاع الاوزان. وهي اساسا الفكره جات من بدله كامله، طبعا هي بدله للطالب عشان يعملها هتكون شويه مكلفه، لكن عملنا يد عشان توصل الفكره. اسمي العبيد النعيم العبيد، خريج جامعة المستقبل كلية الهندسة قسم الهندسة الطبية الحيوية.
مشروعي كان عبارة عن جهاز بتاع ECG اللي هي جهاز إشارة القلب، بيجي يظهر لي عبارة ECG دي بيشير لي في شاشة التليفون عن طريق بلوتوث، تكون وايرلس من الجهاز لشاشة التليفون، ومفروض بعد ما يظهر لي إشارة القلب في التليفون دي يجي منها من إشارة القلب بذاتها يجي يحسب لي قياس الهارت ريت بتاعي اللي هو كم نبضة في الدقيقة. فالجهاز الحمد لله يشتغل دور، وبنوصل فيه طبعا الليدات بتاعت ECG اول بتاعت القلب، واحد في اليمين واحد في الشمال واحد في الجهة الشمال اللي تحت، دي اللي بيسموها الليدات اللي هي بتطلع لي منها إشارة القلب، دي تخش في جهاز ECG. ECG بيجي يعمل لها العمليات بتاعت العمليات الحيوية حقت اللي هي يعمل لها تكبير، يعمل لها فلتر للنويز، بعد ذاك يجي يرسلها لي وين؟ بالبلوتوث. من البلوتوث ده اكون انا موصل اساسا مع البلوتوث بتاع التليفون، بعد ذاك يجي يظهر اشاره بتاعت ECG في التليفون ان شاء الله. معكم عبد الرحمن حسن علي المكي. المشروع حقنا عبارة عن 3D LED كيوب، عبارة عن شاشة بتعرض لنا الأشكال، يعني الأنيميشن الأشكال البسيطة في صورة حق 3 أبعاد طول وعرض وارتفاع. يعني الفكرة حقته بسيطة جدا، بندخل الكودات الأشكال هي ذاتها بنكتبها في طريقة حق كودات، ومن السوفتوير يعني بنرسل الكودات للهاردوير وهو بيقوم يعرضها لنا عن طريق اللمبات يعني. والفكره كلها حقته انه نحن كيف بنتحكم بكل لمبه براها، يعني اللمبات كلها موصله مع بعض. الفكره حقته كلها انه نحن كيف بنوصل لمبه وبنطفي لمبه، ويعني الفكره حقته بسيطه جدا. انا مريم عودة كريم، مشاركه مع عبد الرحمن في المشروع. مشروعنا ده بيستفيدوا منه ممكن في الدعايه والاعلان، لانه هو عباره عن شاشه عرض، وممكن يستفيدوا منه في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصه والاطفال، لانه بيجذب الانتباه وبتصل لهم المعلومة يعني بصورة أسرع، ما زي التعليم العادي، وبس بتجذب الانتباه أكتر. سكينة عوض، ميكاترونكس، جامعة المستقبل. مشروعي عبارة عن 3D printer اللي هو انه انت بتديني سامبل شكل وانا بحوله لبروتوتايب شكل مصغر، عشان يعني يكون يعني اساعد الناس في الاشكال الصغيرة ويكون small part. المشروع كله عبارة عن برنامج بنرسم فيه الشكل، بعد ما نرسم الشكل بنحوله لصيغة جي كود، عشان هي عبارة عن CNC ماشين بتفهم الجي كود، وبنحولها وبنرسلها للمكنة. المكنة بتفهم الجي كود وبتطبق الشكل اللي انت اديته لها. أنا سارة عيسر، إلكترونيكس إنجينيرينج. هتكلم عن مشروع من كلية هندسة الميكاترونيكس. المشروع حق طالب محمد أحمد الطيب من ميكاترونيكس. المشروع اسمه
اوتوماتيك انفلاميشن تاير. المشروع عبارة عن جهاز بيتحسس الضغط بتاع الإطار بتاع السيارة أثناء ما هي ماشية. إذا حصل ديفولت في الإطار بتاع السيارة، حصل ضغط في مشكلة في إطار السيارة، هيتعادل الضغط أوتوماتيكيا بسيتنج معين إحنا عاملينه للجهاز. إذا ضابطين الضغط مثلا على 45 PSI ويتحسس الإطار لقى الضغط أقل من 45 PSI هيتعادل الضغط أوتوماتيكيا ل 45، وأثناء الكلام ده كله أثناء ما السيارة ماشية. مستخدمين في المشروع عبارة عن كومبريسور وبطاريات 12 فولت وعبارة عن أتميجا اللي هو ده المعالج الدقيق بتاعنا. ما زلنا متواصلين من جديد أحبابنا في كل مكان، برنامج مشاوير من داخل مول عفراء، وأيضا جامعة المستقبل تحتفل بالمشاريع المختلفة لكليات جامعة المستقبل. سعيدين جدا أن تكون معنا الأستاذة سكينة حسين محمد ضابط تسويق، مرحب بك كثير. أهلا بكم وسهلا، ورحب بكم في المعرض بتاعنا في مركز عفراء للتسوق. اهلا بك. وفي البدايه عايزين نتكلم عن الكليات المختلفه داخل جامعه المستقبل. هي بدت بكليه وتطورت بقت جامعه بها العديد من الكليات المختلفه، كلمينا عنها. طبعا جامعه المستقبل في الاول زي ما قلتي بدت بكليه كان اسمها كمبيوتر مان، حاليا بعد ما ترفعت وبقت جامعه بتحتوي على عدد تسعة من الكليات. عندنا كليات الهندسه، عندنا كليات الاي تي بمختلف بكالوريوس ودبلوم، وعندنا كليات الطبية الهندسات الطبية، وعندنا كليات المعمار والبزنس إدارة الأعمال. عندنا غير كليات الجامعة عندنا كليات الدراسات العليا، وعندنا برامج الماجستير والدكتورة. طبعا التسويق قسم مهم جدا في الجامعة، بيعمل على استقطاب الطلاب للجامعة بمختلف الأساليب والطرق. نحن بنستخدم في قسم التسويق عن طريق المعارض. طبعا زي ما شفتوا عندنا هنا بنعرض المشاريع، بنعرض برامج الجامعة. عندنا التسويق الثاني التسويق الإلكتروني. عندنا انا تقريبا ماسك القسم بتاع السوشيال ميديا، عندنا صفحتنا في الفيس في الانستغرام في تويتر، بنعرض اول باول الحاجات اللي بتحصل في الجامعه وكل الفعاليات. زياده على البرامج زي الاوبن دي، عندنا حاجه اسمها الاوبن دي بنعرض فيه كل مشاريع الجامعه والفعاليات اللي بتحصل في الجامعه. صراحه المعرض يعني اثبت حاجه واحده، انه حبنا احنا كشباب للاختراع والتطوير، وانا احيي صراحه جامعه المستقبل المعرض الجميل اللي هم عملوه ده. عكس لنا فكرة انه احنا لسه كشباب يعني عندنا الامكانيات من دواخلنا، الامكانيات التفكيرية التعليمية اللي احنا نحاول نصلح من حاجات ونخترع حاجات وننتج حاجات. يمكن قد خانتهم بعض الامكانيات، لكن ما شاء الله اجتهاد الشباب ظاهر. يعني اتطرقوا لمجموعة من المجالات الديناميكية، الكهربائية الالكترونية، حتى تحويل لطاقات هنا، وبعض الاختراعات اللي بجد منها تكون مفيدة، يعني زي الاختراع بتاع السيموليتر بتاع اطفاء الحرائق دي. يعني ده اختراع جميل ممكن احنا كشعب نحتاج له بصفة عامة. واما باقي الاختراعات زي ال 3D كيوب اللي بتاع سيموليشن ده اللي بيعرض لنا ده، برضه ده اختراع جميل جدا. واكثر حاجة شايف السيفتي بتاع الميكانيك هنا الديناميكية، يعني ده اختراع ممكن يكون بالنسبة لنا مفيد في حياتنا، لأنه ده من ضمن السيفتي بتاعتنا كناس ممكن تكون سايقة عربات ماشية في الشارع، بتقلل من كمية الحوادث. اختراعات زي دي بتساعد في حياتنا. في كل مكان خطوات نحو العولمة وتقنية المعلومات والثورة الإلكترونية الهائلة، تصعد جامعة المستقبل إلى الأمام بثورة علمية ومعلوماتية قوية جدا. تقوم بالعديد من البرامج المهمة داخل الكليات التي تحتوي عليها جامعة المستقبل. كنا معاهم في معرضهم بمول عفراء، سعدنا جدا إنه شاركناهم هذا المعرض الضخم. حتى نلتقي في الحلقات القادمة بإذن الله، تحياتي والفريق العامل، وفي أمان الله.